هنا حيث بناء الإنسان وتنمية المكان، وتحت هذه القبة افتتح صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة معرض مشاريع المنطقة الرقمي والفعاليات المصاحبة له، وذلك بحضور نائبه وعدد من الأمراء والوزراء والمسؤولين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، الشكر لمن حضر والعذر لمن اعتذر والتهنئة لمن أبدع وابتكر، والسلام عليكم. تجول سموه الكريم على جوانب المعرض واطلع على مشاريع الجهات الحكومية التي بلغت 100 مشروع تنموي لامست مختلف جوانب التنمية، كما استمع سموه لنبذة عن دور الجهات المشاركة في المعرض. هذا المعرض الرقمي لمشروعات منطقة مكة المكرمة، ومن ضمنها أيضا مشاريع التعليم، وتدخل من ضمنها جامعة الملك عبد العزيز. لا شك أن العنوان عنوان ملتقى مكة الثقافي لهذا العام، كيف نكون قدوة في العالم الرقمي، أنتج مثل هذا المعرض الفريد من نوعه. بعد ذلك كرم سمو أمير منطقة مكة المكرمة الفائزين 9 في أفرع جائزة ملتقى مكة للتميز، وتكريم مسار الأفراد الذين ساهموا وخططوا بإتقان ليكون المستقبل أجمل بسواعد أبنائه ورجاله المخلصين. إن الجهود هذه اللي بتبذلها الوزارة، الهدف منها في الآخر رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة ورفع الإثراء للتجربة اللي بيمر فيها ضيف الرحمن. طبعا نشكر مقام الأمارة على هذا التكريم اللي احنا يعني جدا فخورين فيه، ونتمنى إن شاء الله أنه اللي ما تحقق في الفترة الماضية هذه خلال الجائحة أو في المشاريع الواعدة مثل بطاقة الحجة الذكية حيستمر في المرحلة القادمة ويزيد منه يكون للأعلى بإذن الله. يأتي هذا التكريم وهذه المناسبة احتراما للإنسان الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، ولقد كرمنا بني آدم، فالشكر والتقدير لصاحب الفكر المتميز صاحب السمو الملك الأمير خالد الفيصل. هنا تحت أكبر قبة في العالم بلا أعمدة، وحدت أمارة منطقة مكة المكرمة جميع فعالياتها ومبادراتها، حيث الريادة الثقافية وبناء الإنسان والمكان. لقناة اقرأ، عبد الشكور السلمي، جدّة.